اليوم ان شاء الله غنقدم معكم حريشات هادو حلوين شويه بلا فاني، وهادو مالحين بالفخوماج والزيتون والزعتر. خليكم معنا، ما تمشيو فين، مشيو نوجدوهم مجموعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. وانا سعيده حيت غنتلاقى بكم مره اخرى ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم جوج انواع تاع الحرشه. حرشه حلوه، هي ما حلوهش بزاف، بلا فاني ومعلقه وحده تاع السكر اللي فيها. وغندير لكم حريشه مالحه بالجبن والزعتر والزيتون. نبداو على بركه الله، نبداو بالحرشه الحلوه ان شاء الله. عندي هنايا، عندي هنا 4 كيسان ديال العنبه، وعبرت بالميزان، عطاتني 500 غرام، 500 غرام ديال السميده، 500 غرام ديال السميده. غنزيد عليها، عندي خماره وحده، عندي هنا معلقه، هانتوما شفتوا صغيوره، غير هذا القياس، معلقه صغيوره ديال الخميره حبيبات. عندي معلقه ديال السكر، غندير قياس الملحه، كل واحد تيدير القياس اللي غادي يبنن ليه الحرشه. دابا ملي درت المقادير كلهم غنزيد لافاني، ندير فيها شويه تاع لافاني هكا، معلقه صغيره، نخلط هاد النواشف كلهم هكا. وهنا عندي 60 غرام ديال الزبده وكملتها بالزيت، دونك نص كاس بين الزبده والزيت. اللي بغى يدير كلها زيت يديرها، اللي بغى يدير كلها زبده يديرها. انا هادي هاد الحرشه اللي تندير مشحال هادي، بغيت نتقاسمها معكم شحال هادي، ودابا عاد جات الفرصه باش نتقاسمها معكم. غير كنبسو هكا السميده حتى كنحسو بالسميده كلها تلبسات بهاد الزيت والزبده هكا على هاد هكا. دابا عاد يمكن لينا نزيدو الحليب. انا عندي هنا 2 كيسان الحليب، غنشوف. بسم الله، نديرو الكاس الاول، هي خصها تكون خفيفه وتبقى حتى تشرب. نزيدو الكاس الثاني، 500 غرام، انا كندير فيها 2 كيسان ديال الحليب في 500 غرام. هانتوما شوفوا راه كتبقى هكا خفيفه، ولكن غنخليوها ترتاح شويه وغتجمع. هي ما تلكوهاش غير هكا، انا نعاود نوريكم مره اخرى، غير كتخلطوا ما تتدلك ما والو، وكتخليوها ترتاح. انا رجعت معكم بعد ما شربت السميده وارتاحت. عندي هنا كميه ديال السميده قليله، غنزيد عليها شويه ديال الزيت هكا، غير شويه ماشي بزاف، ونخلطها. علاش هادي؟ فاش غنكور الحرشه باش ما تلصقش لينا في المقله، وباش ما نديروش السميده بوحدها كتبقى تحرق وكتبقى تعطي داك ريحه الحرق. غير هكا صافي، هادي هي فاش غندوز الحرشات ديالي. نبداو على بركة الله، ناخدو كمية ديال العجين بحال هكا شوية، وندوزها في السميدة، راه ما كتهزش بزاف، ندوزها هكا ونطبعها. هاد اللي عنده هاد الطابع يديرو، اللي ما عندوش خدو غير القفالة ديال القرعة ديال الشوكولا اللي الدهن، حتى هي غتجيكم مزيانه. هانتوما شتي، غنعاود معاكم، ناخذ وحده اخرى. عينكم ميزانكم، انا ما كنعبرش ولكن كندير غير عيني ميزاني. نعاود ندوزها في هذا الخليط، نقرصها، انا كنبغيهم شويه بحال هكا يجيو غلاط. نزيد معاكم وحده ونبقى حتى نكمل الكميه ونعاودو نرجعو ان شاء الله.
انا باش غاد نفرقهم بين الحلوه والمالحه عندي هاد المرشم غندير نورك عليه هكا شويه من الوسط غير باش غير شويه غير باش نعلمهم ها نتوما حتى في المنظر غيجي زوين شتي غير باش نعلمهم بلي هادو هما الحلوين والاخرين اللي غنعاود ندير معاكم مالحين صافي لازم تشعلوا على المقله تسخن مزيان عاد باش تحطوا فيها الحرشه انا راه شعلتها وخليتها كتسخن دابا عاد غنحط فيها الحرشه ان شاء الله انا حطيت الحريشه ديالي ها نتوما انا رجدت مقله اخرى ساعه داك نص كيلو خرج لي 12 حبه ها نتوما انا قررت لكم باش تشوفوا كي جات دابا نستناها تحمر ان شاء الله وعاد باش نقلبها ها الحريشه ديالنا بعد ما قلبناها كتكون على هذا الشكل ما تنساوش انا راه ملي حطيتها راه خليت النار عليها معتدله ما تكونش مجهده باش ما تحرق لكمش الحرشه باش تطيب على خاطرها ما تجيكمش مبقصه ولا خضره من الداخل ها الحريشه ديالنا بعد ما طابت جات غزاله ما نقول لكمش عليها انا حيدتها هانتوما راه الوجوه بجوج غزالين محمره دابا ان شاء الله غنبداو في الحرشه المالحه انا رجعت معكم من جديد نفس المقادير للتذكير اللي بغى يخلط كيلو السميده والمقادير كلهم مرحبا انا علاش درت لكم نص كيلو بنص كيلو باش تقدروا تغلبوا على الحريشات ديالكم بالاخص المبتدئات اما الا بغيتوا ديروا كيلو راه كتقسموه من نص نفس المقادير نفس كل شيء غير ملي كتبغيو ديروا لهذاك النص ديال الجبن كتعزلوه بوحدو والاخرى كطيبوها عاديه انا غير باش نقرب لكم الصوره عندنا دابا هنا نص كيلو ديال السميده نفس القياس غنزيد عليها خماره الخميره راه كتعششها كاين اللي كيدير فيها البيض انا ما تنديرش البيض انا ما تنديرش الفينو ما تنديرش الفورس هاد الحرشه ديال زمان تقاسمتها معاكم قلنا سميده نص كيلو سميده خماره معلقه مع مرش ديال سنيده معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز الملحه انا هاد الملحه تنخفت خويها هكا وحنت هذا رقيقه ما كتعطيكش العبر بالتدقيق داكشي باش كنديرها في يدي درنا هاد النواشف كلهم نعاود نخلطهم هكا نزيدو هاد نص كاس ديال الزبده والزيت نفس العمليه اللي درنا الحريشه الاولى كنعاودوها في هاد الثانيه صافي حسوا كلشي تخلط كنبداو نزيدو في الحليب الكاس الاول الكاس الثاني دائما خذوا مبدا ان نص كيلو ديال السميده كديروا فيه جوج الكيسان ديال الحليب صافي نخلطوا غير هكا حتى كيتخلطوا المقادير كلهم كنخليوها هكا حتى هي نفس الشكل خفيفه تشرب على منشعل على المقله ونرجع معكم ان شاء الله عندي هنا مش معتش تيبان لكم نشوف عندي هنا هاد الجبن هذا اللي بغى يدير شي شكل اخر اللي فيه الزعتر اللي فيه الخيار انا غنكتفي بهذا هذا كيجي غزال مع الحرشه انا غندير هاد العلبه كلها وغادي نزيد عليها الجبن مبشور شويه هكا باش يجيو لذاد وغنزيد عليه شويه تاع الزيتون انا راه قطعته بالمقص ها نتوما باش يجي بحال هكا رقيق بزاف داخل في الحرشه هكا غنزيد شويه ديال عندي هنا الزعتر عندي الزعتر ديال الامارات مخلط بجوجلان هذا دائما تنجيبو معايا من تما نوريه لكم ها نتوما كي داير تيبان لكم
فيه الججلان، غندير معايا القدحه بحال هكا باش نسم بركه. دابا غنخلط كلشي هادشي بحال هكا. غادي يجيو حريشات لذاذ لذاذ، جربوا هاد الحريشات وغتشكروني عليهم الا جربتوهم. صافي انا خلطت دابا المقادير كلها. دابا غنبداو ناخذ المقدار ديال العجين بحال هكا نكوروه، خدو نتوما القياس اللي بغيتو، نكوروه بحال هكا ونديرو ليه هكا حفيره الوسط. ناخذو قياس ديال هذا الجبن نحطوه هكا الوسط، هانتوما كي كيبان لكم نحولو، نبقاو ندخلو هكا الجبن الوسط وحنا تنجمعو العجين بحال هكا. ملي كنساليو كنعاودو نكركبوها بحال هكا وندوزوها في داك السميد والزيت اللي دوزنا فيه الحريشات الاولين هكا، ونطبعوها حتى هي. هذه كاع ما غنعلمهاش، هذه باينه المالحه هك. صافي نعاود معكم وحده اخرى، هانتوما خذوا القياس اللي بغيتو كتحفروا شويه هكا الوسط باش تقدروا تدخلوا لافارس ديالكم. هانتوما كتسدوا عليها مزيان وحتى تعاودوا تلولبوها بحال هكا، وندوزوها في السميده والزيت ونطبعوها ان شاء الله بحال هكا. صافي غنبقى تنكمل هاد الكميه كلها، ومنين نساليها نعاود نتلاقى بكم ان شاء الله. انا كملت العجين ديالي كله. التذكير داك الحكيك ديال الفرماج جاني قد قد مع هاد الكميه قبيله الحريشات الحلوين خرجوا لي 12 حبه، هادو خرجوا لي 17 حبه. علاش؟ حيت صغرتهم شويه، ماشي صغار بزاف، حيت درت بحساب لافارس غتكون فيهم لافارس باش ما يجيونيش كبار بزاف على داك المول باش كنطبع، داكشي باش صغرتهم شويه وخرجوا لي هاد الكميه. تبارك الله نص كيلو ديال السميده عطاني هاد الكميه كلها. هالحريشات ديالنا المالحين حتى هما درنا ليهم بحال الاولين، حتى كيبداو يتحمروا ما تقلبوهمش، هما مازال ما شدوش مزيان، تيبداو يتحمروا بحال هكا عاد قلبوهم باش ما تشتوش لكم في المقله، وبقاو متبعينهم غير بشويه، انا ناقصه العافيه باش يتحمروا على خاطرهم غير ما تزربوش عليهم. انا حيدت هاد الكميه بعد ما طابت، انا ما نقول لكم شاليهم كي دايرين، وبقى لي هاد الكميه في المقله نكملها في الطياب ان شاء الله. انا ناقصه عليها النار معتدله، نكملها في الطياب ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. انا ما صبرتش عليهم، دقتهم في الكوزينه، نقول لكم شعلة لذة ما شاء الله، لذاذ لذاذ لذاذ، داك الطيبه الزعتر والفرماج والزيتون، ما نقول لكمش الجبن، ما نقول لكمش على لذة. انا راه دقت وحيده عجبتني الجو، لذاذ 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 بزاف بزاف. عاد ها الحريشات ديالنا بعد ما وجدناهم تيجيو على هذا الشكل، هانتوما راه ما نقول لكمش واحد الفتاوه، شوف شوف واحد الفتاوه فيهم، واحد الطراوه ومحمرين ولداد. انا هادو قدمتهم مع عسيله، خصنا غير كويس ساعتين. وهاد المالحين
ما غنقول لكم حتى هما كيجاو، انا غنوريكم. شوف شوف هانتوما واحد الطراوه فيهم، انا مقطع هذه قدامكم تشوفوها كي كتجي. ها هي بعد ما قطعت هذه بالموز هانتوما كي كتجي من الداخل، شوف غزاله غزاله كتشهي مع الجبن والفخوماج الزعتر، واحد الريحه طالعه منها غزاله ولداد وهشاش. هانتوما تبعوا غير المقادير اللي عطيتكم غيجيكم بحال هكا ان شاء الله. واللي باقي ما تابوناش عندي يدخل يشترك معايا ويفعل الجرس وديروا لي شي تعاليق محفزه وغزاله بحالكم. وحتى لهنا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى امل اللقاء بكم في حلقه قادمه بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.